السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاكرة للجميع حضوركم الدورة التدريبية لإعداد مقيمي مكافحة العدوى بمراكز التأهيل الشامل تحت إشراف الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية. معكم وفاء الشمري من فريق برنامج الخدمات الغذائية. بداية راح نتكلم عن ما هو أهم نقطة لدينا، وما يهمنا هو معرفة المعايير الخاصة في قسم التغذية، من استلام الغذاء وتصميم المطابخ عندنا وجودة المياه المستهلكة وكيفية التخزين الصحيحة. إحنا نحتاج معايير نمشي عليها وتكون خاصة في هذه العمليات، تجنبا ذلك لتجنب مخاطر الغذاء للأشخاص المستهلكين، ونتأكد أنها خالية من المضرات والملوثات، وكمان نتأكد أنها سليمة وصحية، متجنبين التسمم الغذائي كما احنا عارفين أنها تقدم لأشخاص لهم رعاية خاصة من الاحتياج الغذائي الخاص. نبدأ في أول معيار، طبعاً احنا كمقيمين في أساسيات هامة ومعايير خاصة تهمنا ويجب أن نتبعها. أول حاجة أو أول معيار عندنا توفر سياسات وإجراءات عمل مكتوبة تخص سلامة وجودة الغذاء. طبعاً إحنا في بداية عندنا في كل تشيك ليست أو جدول تقييم في حرف الإس الآي يوضح لنا سؤال الموظفين، وعندنا حرف الدي الدوكمنت، هذا يعتمد على الملفات وعلى المستندات، وعندنا كمان الأو الأوبزرفيشن يعني المراقبة، هي تكون في موجودة عندكم على جانب في الجدول، ومن ناحيتها أنت تشوف إيش احتياجك أو تشوفين إيش احتياجك لهالستاندرد هذا أو المعيار هذا. أنا ما يخصني هنا في المعيار الأول المستندات، أتأكد من وجود ملف يحتوي على جميع السياسات الخاصة في السياسات كاملة مع الوصف الوظيفي للموظفين وعقود الشركات. كمان يهمنا أنها تكون سهلة الوصول ومكانها معروف لدى جميع الموظفين في المطبخ. نسأل الموظفين هل عندكم سياسات خاصة؟ هل يتم تحديثها؟ هل الجميع مطلع عليها؟ هل جميع الموظفين عارفين إيش الجوب ديسكريبشن المسمى الوظيفي له وإيش له وإيش عليه؟ طبعا هذا يكون يعتمد على سؤالك على الموظف، إذا أنت تشوف إذا هو هاوس كيبر تسأل عن شيء يخص الهاوس كيبر، إذا هو مشرف خاص بالتغذية تسأل عن شيء يخص فيما يتعلق الغذاء وجودته. المعيار الثاني تصميم المطبخ، يراعى الفصل في عمليات الإعداد والتحضير في مختلف أنواع المواد الغذائية، منطقة لحوم ومنطقة خضروات ودواجن وفواكه وإلى آخره. يعني مثلا عندنا بعض المطابخ يتوفر فيها مخبز صغير، هنا المعيار يتطلب المراقبة. أنا أشوف المكان بالعين المجردة، أشوف المكان البيئة ملائمة للمطبخ، في تقدم الغذاء الخدمة الغذائية بشكل مناسب. هنا رسم تخطيطي يوضح لنا الأقسام الخاصة أو التصميم الخاص في المطابخ. أنا كمقيم في كذا نقطة تهمني وفقا للمعيار الموجود عندي، هو لازم يكون في المطبخ مناطق منفصلة، منطقة اللون الأحمر هنا الدائرة الحمراء منطقة اللحوم، الدائرة البرتقالية منطقة الدواجن، الدائرة الزرقاء منطقة الأسماك، عندنا الدائرة الخضراء هذه الفاتحة هي منطقة الفواكه والخضروات. لازم يكون المطبخ مقسم، إنه ما يكون كل على طاولة واحدة، إنه يقطعون اللحوم والدجاج والأسماك والخضروات في نفس المكان، هذا جداً جداً خطر وسيء وليس مطابقة للمعايير الأساسية لخدمات التغذية والغذاء. هنا التصميم عندنا في المربع البرتقالي، هنا المربع البرتقالي هنا الكوكينج إيريا، هنا منطقة الطبخ، طبعاً تكون هنا مصحوبة بالأفران على حسب المنشأة كم يكون عدد الأفران، تكون فيها قياسات معروفة لدرجات الحرارة. عندنا هنا منطقة الدائرة البنفسجية الديش واشينج، هنا منطقة الغسيل، لازم تكون معزولة أو بعيدة عن المناطق الأساسية اللي تكون في القسم هذا.
طبعا الغسيل فيه عندنا أشياء كثيرة أو معايير خاصة فيه ودرجة حرارة خاصة، راح نتطرق لها في المعايير المقبلة. هنا منطقة الكولد إيريا أو الكولد ستور، وعندنا فيما يخص الثلاجات، التخزين البارد والتخزين، يعني عندنا التجميد الفريزر. هنا المنطقة هذه الزرقاء، طبعا هذا كل المكان يكون معزول طبعا الثلاجات، ويكون مقابل لها التخزين البارد والتخزين الجاف. طيب هنا يهمنا درجات حرارة معينة لها، لازم نعرفها. المعيار الثالث، يتم إجراء التقييم الطبي للعاملين بالمطبخ بشكل روتيني عند التوظيف وكل 6 أشهر، وبعد العودة من إجازة طويلة تتم مراجعة النتائج من قبل العيادات الصحية الموظف وفريق مكافحة العدوى. ما يهمني هنا المستندات، أنه يكون في ملف طبي، في شهادة صحية وتحاليل كما هو موضح في الصور. سؤال الموظفين، متى العودة من الإجازة؟ هل كان عندكم أعراض؟ أو أنه يكون سؤال المشرف أو رئيس قسم التغذية عندهم، العاملين لما رجعوا من الإجازة هل كانوا يعانون من شيء أو عندهم أعراض جانبية؟ هل تم إجراء تحاليل لهم مطلوبة؟ كما هو مطلوب لهم في بداية العمل. المعيار الرابع، يتلقى جميع طاقم المطبخ لقاحات ضد التهاب الكبد A والتيفوئيد والتهاب السحايا والمكورات السحائية ولقاح الإنفلونزا. يهمني هنا المستندات، نسأل عن الملف الطبي موجود، هل في الشهادات الصحية مرفق فيها باللقاحات، هل سجلت ومتى آخر لقاح أخذ الموظف أثناء بداية العمل، إيش اللقاحات اللي تلقاها. كمان يهمنا سؤال الممارسين، أسأل الموظفين هل سبق لهم من أخذ اللقاح ومتى كانت فترة اللقاح وإيش نوع اللقاح الذي أخذه. المعيار الخامس، منع موظفو المطبخ المصابون بالتهابات الجهاز التنفسي أو التهابات المعدة والأمعاء أو إسهال أو التهابات اليد والجروح من التعامل مع الطعام. كما وضح لنا هنا في الصورة أنه أي عارض جانبي يظهر على الموظف، سواء جروح مصابة من أثناء التغطية أو جروح كانت مصاب فيها قبل دخول المطبخ، يعاني من أعراض جانبية، عنده اصفرار في الوجه، عنده احمرار في العينين أو اصفرار في العينين، إحنا لازم يعني أثناء التقييم يهمنا النظرة كيف تكون للموظفين الموجودين، هل هم سليمين؟ هل البرسونال التي عندهم جدا جدا نظيفة؟ اللي يهمني كمان المستندات، من خلال نتائج التحليل تتأكد إذا ظهرت عليه أعراض أو طلب أو أعراض وطلب منه إجراء تحاليل أو ظهور النتائج أثناء الالتحاق بالعمل. سؤال الموظفين، هل لديهم أعراض أو ملاحظة ظهورها، مثل ما قلنا أنه عن طريق المراقبة البعيدة بالعين المجردة، أو سؤال الموظفين هل أحد أو المشرفين الموجودين في قسم التغذية، يعني هل اليوم في أحد عندكم أو أمس أو في الأسبوع هذا عانى من مرض أو كان عنده التهابات في المعدة أو عنده اصفرار أو عنده درجة حرارة عالية. المعيار السادس، يراعى متطلبات الحماية من التلوث في الاعتبار أثناء تداول الطعام، استلام وتخزينه وإعادة عرضه ونقله وقياس درجة الحرارة. المعيار هنا يوصف لنا أنه لازم نتأكد من درجات الحرارة في كل مكان موجود عندنا أو كل غرفة أو كل قسم مقسم في هذا المطبخ. يهمني المستندات، لابد من وجود ملف فيه اليوم والتاريخ والساعة كما هو موضح عندنا هنا. تكون أنا بكبر لكم الصورة هنا، جدول مراقبة درجة حرارة، مراقبة درجة جدول مراقبة درجة الحرارة والرطوبة لمخزون المواد الجافة. عندنا التاريخ وعندنا نسبة الرطوبة وعندنا نسبة درجة الحرارة، طبعا هو يدونها ويتأكد منها يوميا. طبعا اللي يكتبها هنا الموجود المشرف أو المختص في مراقبة الخدمات الغذائية داخل المنشأة أو المطبخ،
فيكون متحقق منها مين؟ رئيس قسم التقدير. عندنا المراقبة، مراقبة المستندات، درجات الحرارة والتأكد من درجة الحرارة المطلوبة. الجهاز هنا يوضح لنا أنه يكون خارج كل غرفة أو قسم هذا الجهاز، سواء داخلي أو خارجي، وتكون بجنبه مع معلقين الجدول هذا. أو في بعض المنشآت تكون يعني يحتفظون فيها خارج، فالأفضل أنها تكون مسجلة جنب الجهاز، وكل يعني فترة من شهر إلى شهر تدون في أيام متداولة، ثم يحتفظ فيها في ملف خاص وتعلق بدالها واحدة جديدة. المعيار السابع، تتم مراقبة درجات حرارة المجمدات لا تزيد عن ماينس 18 درجة مئوية، والثلاجات تكون من 0 إلى 5 درجة مئوية بشكل مستمر، وتوثيقها في أوراق السجل، ويتم اتخاذ الإجراءات ذات الصلة. دائما يهمنا في المطبخ أو في التخزين في المطبخ درجات حرارة الثلاجات، لأنه درجة حرارة الثلاجة تهمنا بأنه يكون مراقبتها كل 4 ساعات. ولازم في اللي نحن نحتاجه المستندات يكون في جدول يوضح فيه درجات الحرارة كل 4 ساعات، وتدوينها مع توقيع المشرف عليه. هذا جدا مهم، لأنه لا سمح الله أحيانا تطفأ الثلاجات ما أحد يعرف. فدائما، لأنه الغذاء من ليش قالوا 4 ساعات؟ لأنه الغذاء من ساعتين وما دون يكون نقدر إعادة تسخينه أو إعادة طبخه، ونقدر نستعمل اللحوم والجميع المجمدات، لكن من 4 ساعات فما علا هذا جدا ينعمل ريكول أو إتلاف، ونهائي ما يستخدم. فالمراقبة تكون عن طريق درجة الحرارة. المعيار الثامن، يتم توفير المياه المستخدمة في الطهي من قبل الشركات المعتمدة وطنيا أو مياه المركز التي يتم اختبارها شهريا على الأقل، لضمان توافق جودتها مع المعايير التنظيمية للمياه الشرب. ما أحتاجه مستندات في ملفات خاصة، نتأكد أنها موافقة حسب المواصفات السعودية لمياه الشرب، نتأكد من الفحص الميكروبي البكتيريا القولونية عند الحاجة، يعني لو كان عندنا ترميم أو المركز فيه إعادة تحسين وضع في المطبخ، إعادة توصيل، عندنا المواسير المياه تم إعادتها أو تجديدها، فإحنا لازم نتأكد بعد ما يتم إصلاحها، نأخذ عينات أو نأخذ فحص ميكروبي، ونتأكد منه أن جودة المياه موافقة حسب المواصفات السعودية. نسأل الموظفين، هل المياه جودة عالية أثناء الاستخدام؟ هل توجد مشاكل أثناء الاستعمال؟ يعني بعضها تكون فيها أتربة ليست نقية. هل يتم أخذ عينات لقياس جودة المياه؟ متى كان آخر وقت جودتها؟ طبعاً هنا في فلاتر معينة على حسب الشركات المتعاقدة، وإذا كانت في شركات متعاقدة عندنا للمياه، نسألهم عن كيف الطريقة الصحيحة لتأكد من جودة المياه، وما هي المعايير الأساسية اللي هم ماشيين عليها. المعيار التاسع، بيئة المطبخ نظيفة، أي يتم تنظيفها بشكل متكرر وجافة وخالية من الغبار. ما نحتاجه هو في المراقبة المستندات، الاطلاع على جدول التنظيف، طبعاً يكون عندنا عمال النظافة يكون لهم جدول خاص وساعات معينة أنه بعد كل وجبة تنظيف كامل للمطبخ. كذلك عندنا التنظيف العميق في بداية اليوم ونهاية اليوم، مراقبة المكان بالعين المجردة، وأخذ عينات للمكان بالفحصها، هل في ميكروبات طائرة في الجو أو يكون في عن طريق الغبار. سؤال الموظفين، هل يتم تنظيف المكان بعد الانتهاء من كل وجبة، والتنظيف العميق الأسبوعي أو اليومي في نهاية اليوم؟ هل يتم تسجيل عدد المرات واسم عامل النظافة والتوقيع على كل شفت؟ يعني لما نكون عامل النظافة اليوم عندنا ماسك من الصباح، من فترة صباحية إلى فترة العصر، طبعا يكتب هو في الجدول إيش الساعة أو إيش الشفت اللي هو نظف فيه، ويكون موقع عليه حتى يستلم، يكون اللي بعد مستلم المكان وعارف
إيش هو يحتاج بعده. المعيار العاشر، يمارس موظفو المطبخ نظافة اليدين بشكل صحيح ويستخدموا معدات الوقاية الشخصية المناسبة أثناء التعامل مع الطعام. ما نحتاجه كمقيمين المراقبة، الإشراف والمتابعة ومراقبة الموظفين. طبعاً هذه يعني من الأشياء الأساسية واللي يحبون الجميع ممارسي مكافحة العدوى، هو الإشراف أثناء التعامل مع الغذاء سواء كان جاف أو كان مطبوخ أو كان عند استلامه. مراقبة الموظفين في عن بعد أثناء التقييم، وهل يتم لبس القفازات أثناء تداول الطعام لما يأخذون الفواكه والخضروات أو يعملون لما يكون أونلاين في تقديم الوجبات، إيش هم كان الاحترازات اللي هم لابسينها. سؤال الموظفين كيفية طريقة غسل اليدين الصحيحة مع تطبيق الفعلين أمامك. سؤال الموظف عن الفايف مومنتس، كيف الطريقة الصحيحة للتعقيم أو تطهير الأيدي كذلك غسلها. المعيار الحادي عشر، تتوفر أعداد كافية من مرافق غسل الأيدي وتطهيرها. أنا كمقيم أراقب المنشأة، هل توجد أعداد كافية؟ هل المغاسل الموجودة في الأماكن الصحيحة؟ طبعاً هل في عندنا المطهرات حق تطهير الأيدي؟ هل مكانها صحيح؟ ودائماً دائماً نحرص في المطابخ إنه الطريقة الأفضل والآمن هي غسل اليدين، لأنه بعض الموظفين في المطابخ بيعتمدوا على تطهير الأيدي فقط في المعال في الجل جل التطهير، فعلى بالها أنه خلاص أنا يغنيني إني ما أغسل يديني، فأنا في مكان جدا حساس وراح أنقل الغذاء من المطبخ من الاستلامة إلى المطبخ داخليا إلى المستهلكين وهم عندنا المرضى. فجدا جدا انه نتاكد من الاشياء هذه ونوعيهم اثناء التقييم، نقول لهم انه ترى افضل طريقه صحيحه هي في المطابخ انه غسل اليدين بعد كل استخدام. المعيار الثاني عشر، غسل اوعيه الطعام واواني الطهي فور تفريغها وتجفيفها جيدا قبل التخزين او الاستخدام. المراقبه، التأكد من جميع الأواني مرت على مراحل الغسيل كاملة كما هو موضح هنا في الصورة، إنه هنا عندنا ثلاث مراحل، طبعاً هي منطقة التفريغ، بعدها منطقة الغسل بالدرجة حرارة جداً عالية، عندنا منطقة التجفيف، يتم تجفيف المواد والأواني جميعها، ثم عرضها هنا على الستاند، بعدها تتم في وقت خروجها من عملية التجفيف ووضعها في الأماكن المخصصة لها حتى التجنب من أنها تكون تتبخر على بعض ويكون في شوية رطوبة، وهذا يساعدنا على أنها تكون في بيئة جدا مناسبة لنمو الميكروبات، فبعد التجفيف مباشرة تكون جافة وضعها في أماكنها المخصصة لها. يهمني أنا كمقيم المراقبة، وكذلك سؤال الموظفين، هل تم غسل الأواني مباشرة؟ هل أتممت جميع المراحل؟ وكم درجة الحرارة المطلوبة؟ المعيار الثالث عشر، تقطيع لوح تقطيع مخصصة لكل صنف من اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه ذات تمييز لوني. المراقبة، التأكد من وجود لوح تقطيع ملونة على حسب تصنيفها كما هو موضح في الصور، أنه إذا كانت لحوم في اللون الأحمر، إذا كانت أسماك في اللون الأزرق، إذا كانت دواجن أو لحوم بيضاء تصنف على اللوح الأبيض. عندنا الفواكه والخضروات تقطع على اللون الأخضر أو البرتقالي أي كان. سؤال الموظفين، هل يتم تقطيع كل صنف من اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه حسب اللون المخصص لها؟ وأنه هل يستخدم سكاكين مخصصة لها؟ المعيار الرابع عشر، يتم غسل الفواكه والخضروات وتطهيرها باستخدام مطهرات معتمدة لهذا الغاية. المراقبة،
التأكد من استهلامها بالطريقة الصحيحة واحتفاظها بجودتها. طبعا هو في يوجد مكان أو منطقة استلام جميع المواد الغذائية، سواء كانت خضار أو فاكهة أو دواجن أو علب تخزين أو مواد غذائية معلبة مجففة، طبعا تحت درجة حرارة معينة للاستلام، وزن معين، حجم معين، فهذا نتأكد منها. سؤال الموظفين: هل كانت جميعها نظيفة خالية من العفن؟ لو وجد عندي في صندوق خضار أو صندوق فاكهة واحدة، لوحظ أن يوجد لو واحدة فيها عفن، على طول يكون إتلافها أو استبعادها من الشراء. كيفية تطهيرها: هل تستخدم أقراص خاصة للتطهير؟ طبعا في أقراص خاصة من الكلور وبنسبة معينة تستخدم لتطهير وتنقيع الفواكه والخضروات. إذا لم تتوفر الأقراص، نسأل كيف طريقتهم للتطهير، ولكن الأفضل هو استخدام أقراص خاصة للتطهير طبقا لمعايير مكافحة العدوى. المعيار الخامس عشر: أرفف التخزين لا تقل عن 40 سنتيمتر من السقف، و20 سنتيمتر من الأرض، و5 سنتيمتر من الحائط. المراقبة: أنه نتأكد من القياسات الصحيحة كموضحين في اللون الأخضر الغامق، أن تكون هنا من المسافة من السقف إلى الرف 40 سنتيمتر، والمسافة من الأرض إلى الرف 20 سنتيمتر. المعيار الأخير هو وجود خطة خاصة لمكافحة الحشرات والقوارض، ويتم تنفيذها بدقة. كمقيم، ما يهمني هو المستندات، الاطلاع على الخطة، والتأكد من وجود الوثائق الخاصة بالشركة المتعاقدة إن كان هناك. بشرح النقطة هذه، إنه بعض الأماكن وبعض المستشفيات وبعض المراكز يكون عندها مبيدات خاصة، يقوم بعض الموظفين أو العمال النظافة بإبادة المكان بالطريقة الصحيحة ومدربون عليها، ولكن البعض والأغلب أنه التعاقد مع شركات خاصة تكون إما شهرياً أو كل 3 شهور أو كل 6 شهور أو يكون سنوي على حسب جودة المبيدات المستخدمة. فإحنا لما يكون عندنا الشيء هذا، إذا كان عندي شركة، أنا يهمني كمان أنه أشوف الوثائق أو بالعقود إيش نوعية المبيدات وكم مدتها تكون، وهل هي بسؤال للموظفين متى تكون دورة المبيدات، وهل هناك نتيجة فعالة في استخدام المبيدات. لما أنه جت الشركة وعقمت لي المكان أو أبادت لي المكان في المبيدات الحشرية، هل إحنا استفدنا شيء؟ هل منع ذلك من ظهور بعض القوارض والحشرات؟ هل تمت السيطرة عليها بالكامل؟ فهذا الشيء فعلا يهمنا ويكون مدون ومسجل. شكرا لكم، وشكرا الفريق المحاضرين معنا جميعا. كذلك أشكر الإدارة العامة لمكافحة العدوى بتركيزها على هذه النقاط وبتعاونها مع مراكز التأهيل الشام ودور الرعاية وتقديم ما هو مفيد لهم. وإحنا موجودين في أي سؤال، نكون متواصلين معاكم مع المنسقين الخاصين في برنامج الدورة التأهيلية لإعداد مقيمين مكافحة العدوى، معايير مكافحة العدوى في دور التأهيل الشامل ومراكز الرعاية الاجتماعية.